الأستاذ سويلم بودة، أستاذ شعبة التاريخ والحضارة جامعة ابن زور أكادير. هذه الندوة تدخل في إطار تقديم المشاريع التي أنجزها باحثون من أبناء مجال الصحراء. نخص هنا بالذكر على هذه المدن الذي أنجز كتاب في الجزء الأول تحت عنوان بين الصحراء والمحيط الأطلسي، الحضارة والاقتصاد والتاريخ، وناقش في عدة إشكالات وقضايا تتعلق بالتجارة الصحراوية وتأثيرها على مجمل الأوضاع في المحيط الأطلسي وعلى البحر الأبيض المتوسط وعلاقتها بأقصى جنوب الصحراوي ما كان يسمى البستان الغربي انطلاقا من العصر الوسيط إلى حتى حدود القرن 19. هذا العمل عبارة عن باكورة وخلاصة لمجموعة من الأبحاث التي ركنها الباحث حول موضوع التجارة الصحراوية وأدوارها الفاعلة طيلة القرون الماضية، سواء على الصعيد الوطني المغربي أو على الصعيد الدولي، باعتبار أن المغرب كان ممراً وقطباً مستقلباً للعديد من التجار الأوروبيين والأسيويين الذين كانوا يتجرون في المواد القادمة من أقصى جنوب الصحراوي، والذين ربطتم علاقات وطيدة مع المغاربة ومع الدول الحاكمة في المغرب منذ الأدارسة إلى عاد العلويين، ولا زالوا إلى يومنا هذا يأتون إلى المغرب من أجل الاستفادة أولاً من خدمات التي يقدمها المغرب على مستوى التجارة العالمية وعلى مستوى التسهيلات التي يجدونها في المغرب، واستفادة من ما وصل إليه المغرب في الفترة الراهنة من تقدم صناعي وتجاري إلى غير ذلك. إذن هذا الكتاب هو ثمرة لمجهود كبير قام به الباحث عبد الهادي المدن من أجل تسلط الأضواء على التجارة العالمية وليس فقط التجارة الصحراوية، على اعتبار أن تجارة الصحراء الكبرى وما كان يسمى بالسودان الغربي أو الغرب الإفريقي هي تجارة عبارة عن سفير للمغرب بالدرجة الأولى وسفير للدول الإفريقية في أقطار العالم خصوصا في أوروبا وفي آسيا. جرى اليوم حفل توقيع كتاب بين الصحراء والمحيط الأطلسي في مكتبة السرتي، والكتاب هو محاولة مني كباحث البحث في علاقة بين مجالين فاعلين في التاريخ، مجال الصحراء ليس كمجال جغرافي بل كمجال تاريخي ممتد وعلاقته بالمحيط سواء المحيط أو ما يسمى بالبحر، سواء البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والتحولات التي شهدها عبر العصور، العلاقة الثنائية بينهما التي صنعت تاريخ المغرب وتاريخ إفريقيا، ولا زال المغرب يستفيد من هذا الإرث في إلى يومنا هذا في علاقته مع دول الجوار، مع دول جنوب أو دول أوروبا أو مع الغرب بصفة عامة. فالبحث في هذه الظاهرة التاريخية كشفت على مكانة هذا المجالين اللذين لا زالا يحظيان باهتمام الدولة سواء في علاقتها الاقتصادية وعلاقتها الجيوسياسية. هل هذا الكتاب هو امتداد رالي الإصدارات السابقة؟ بالفعل هو الكتاب هو يعبر عن مسار فكري أو الهموم المعرفية التي ابتدأت من البحث في مجال وادي نون كمجال جغرافي وتطور البحث ليشمل التاريخ المغرب بصفة عامة، وحاولت تطوير هذا المجال للبحث في العلاقات الدولية في إطار ما يسمى بالتاريخ الكوني والتاريخ المتصل. هل نحن في إعادة كتابة التاريخ المغربي من جديد خصوصا بالصحراء؟ بالفعل
تطور كتابة تاريخية، هو دائما الباحثين يحاولون التسلق بأدوات وما يتيحه العلوم الإنسانية المساعدة للتاريخ، وأكيد أن الصحراء دائما سوف تلعب دورا في وجود وهوية المغرب. فمثلا المحيط تحدث عن أن الصحراء هي المنظور الذي يرى من خلالها المغرب العالم، وبالفعل الصحراء هي حلقة وصل، وكما أن البحر أيضا حلقة وصل للمغرب مع الشعوب عامة. لذلك ركزت في هذا الجزء الأول، وهناك جزء إن شاء الله جزء ثاني سوف يحاول البحث في تاريخ علاقة المغرب بالصحراء خلال الفترة الحديثة وإن شاء الله المعاصرة في الجزء الثالث إن شاء الله. شكرا.